من نجوا من الموت تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على شمال غزة قد يلقى البعض منهم نفس المصير أثناء رحلة النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، وقد يواجه البعض الآخر مأساة إنسانية وصحية لا تحتمل داخل مراكز الإيواء في ظل نقص الغذاء والماء نتيجة الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع الفلسطيني منذ نحو شهرين. لم تترك إسرائيل جريمة حرب إلا وارتكبتها بأبشع الطرق بحق المدنيين، ومنذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الغاشم تسعى قوات الاحتلال إلى فرض تهجير قسري على سكان المناطق الشمالية في غزة، الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص خارج ديارهم. واقع أليم يعيشه النازحون داخل مراكز الإيواء بالقطاع بعد فرار قرابة 1,900,000 شخص من نيران الحرب المشتعلة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما تسبب في تكدس نحو 80% من السكان في بعض أجزاء القطاع. وتزداد المخاوف من تدهور الوضع الصحي في ملاجئ ومدارس الأونروا عقب رصد منظمة الصحة العالمية تفشي بعض الأمراض المعدية والتنفسية بين النازحين. هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة تثير التساؤلات حول مصير المدنيين في ظل استمرار النداءات الأممية والدولية بضرورة وقف تهجير الفلسطينيين والمطالبات بالتحقيق في جرائم القتل. فهل تنجح هذه الدعوات في ردع إسرائيل